في حراسة المرمى علي لطفي، خط الدار من اليمين للشمال محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، في المنتصف عمرو السولية، حمدي فتحي، على الأطراف رمضان صبحي، حسين الشحات، وفي الأمام صالح جمعة ووليد أزارو. الاحتياطي الخاص بفريق النادي الأهلي جيرالدو، جونيور أجاييه، حسام عاشور، أحمد فتحي، أحمد الشيخ، الشناوي، ياسر إبراهيم. من الواضح أن يمكن أكيد اللي خرج بره القائمة طبعا بالنسبة لي المباراة يمكن محمود تولي ومجدي قفشة وأليو ديانج بعد الاختيار طبعا بالنسبة لي 22 لاعب لفريق للنادي الأهلي، لكن إن شاء الله يكون تشكيل جيد واختيار جيد من الجهاز الفني لمستر مارتن لاسارتي. وصلوا بالفعل الفريقين، كابتن ساك كالعادة، كابتن يوسف، الجهاز الفني بيحاول أن هو بينزل طبعا ارضيه الملعب، بيتفرج بشكل عام على ارضيه الملعب، بيشوف في علو ونجيله، لكن بشكل عام ارضيه الملعب جيده جدا يا كابتن اسلام. حضور الجماهير كنا بنعمل في اكتر من كده الحقيقه، يمكن 10,000 مشجع، ودي التذاكر او ده العدد اللي تم الاتفاق عليه بعد محاولات كبيره جدا من مجلس اداره النادي الاهلي للوصول لهذا العدد، لكن حتى هذه اللحظه يمكن انا شايف 1000 او 2000 يا كابتن اسلام حتى هذه اللحظه، لكن كالعاده اي عدد بيكون متواجد 10 افراد 20 فرد بيكون ليهم تاثير كبير جدا، لكن بنامل ان يكون في الفتره القادمه بالتحديد ومباريات النادي الاهلي يكون في عدد كبير من جمهور النادي الاهلي. البدايات لابد يكون فيها حسم بشكل كبير، لابد يكون الجمهور بيحفز اللعيبه بشكل كبير جدا. ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين النهارده، البدايه تكون جيده. انا معاك يا كابتن اسلام. اخر سؤال يا كريم من فضلك، عايز اساله عن وليد سليمان، هل غياب وليد سليمان عن المباراة ليه؟ يمكن وليد طبعا اكيد تساؤلات كثيره جدا بالنسبه للجمهور للنادي الاهلي. وليد سليمان بالتحديد لم يكتمل شفائه حتى هذه اللحظه، اتاكدنا من طبيب النادي الاهلي خالد محمود طبعا على حاله وليد سليمان. وليد سليمان اشتكى الايام الماضيه وما كانش بيشارك بشكل كبير جدا في التدريبات الجماعيه كابتن اسلام بجانب شريف اكرامي اللي لسه، لكن وليد سليمان بالتحديد ده اللي يمكن التصريح الخاص بالجهاز الطبي للنادي الاهلي ان لم يكتمل شفائه حتى هذه اللحظه، في كان في تفضيل كبير ان هو يكون خارج القائمه ومنها طبعا خارج المباراه، لكن من الواضح ان وليد ان شاء الله بكره هيكون راح الفريق للنادي الاهلي لالتقاط الانفاس، وبعد غد طبعا هيكون التدريب الاول استعدادا لبيراميدز. ان شاء الله من خلال التساؤلات وليد هيكون متواجد بكل قوه وبكل جديه في مباراه بيراميدز القادمه في بطوله كاس مصر. خروج مجدي قفشه وخروج اليو ديانج من القائمه، هل هناك اي تفسيرات ولا لسه؟ طبعا اللاعب يعني احنا حابين ان احنا نقول للناس كل ما يحدث داخل فريق كره القدم في النادي الاهلي، لان ده اول ما التشكيل ده اتقال والاحتياطي اتقال هتلاقي دلوقتي التساؤلات، فانا بسال التساؤلات بتاعه الناس، لو عندك اجابه ليها يا ريت تقدر تقولها لنا. يمكن اكيد يا كابتن اسلام الكل كان متوقع ومنتظر ان يكون في اي من الوافدين الجدد اليو ديانج، محمود متولي، محمد مجدي قفشه يكونوا متواجدين في تشكيله مباراه اليوم، وكمان يمكن في التدريبات الاخيره كمان باكد يا كابتن اسلام. اهم حاجه طبعا وانت احد النجوم الكبار في فريق النادي الاهلي مع كباتننا الكبار في الاستوديو التحليلي الانسجام، وده اللي كان واضح بشكل كبير، الانسجام اللي كان في ارضيه الملعب بالنسبه للتدريبات الخططيه والتكتيك الخاص بفريق النادي الاهلي. لكن اكيد عقب المباراه لابد يكون في سؤال هام جدا لمستر مارتن لاسارتي للمدير الفني عن استبعادهم، هل هي كانت رؤيه ان هم لسه ما انسجموش بشكل كبير مع فريق النادي الاهلي، او لسه كمان في مباراه بيراميدز، لسه في مباراه اخرى كمان لفريق اطلع بره بطل جنوب السودان وهي مباراه العوده. كل التساؤلات دي ان شاء الله هكون من خلالك يا كابتن اسلام، هنحاول ان احنا كمان خلال الدقائق القادمه مجرد كابتن محمد يوسف يطلع او مستر مارتن لاسارتي نحاول ان احنا ناخد تصريح من على لسانه استبعاد الثلاثي ليه من هذه المباراه ومن القائمه بشكل عام. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، زميلنا كريم أحمد من أرض ملعب استاد الجيش في برج العرب.